السلام عليكم اخوتي، معكم بروف شاكر. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد ان شاء الله في هاد البلاي ليست ان شاء الله غندير لكم الدرس ديال الاتصال. غنديروا ان شاء الله ديتايي، ما غتلقاو فيه حتى شي اشكال، فقره بفقره. كل فيديو غندير فيه فقره وندير فيه امثله، وان شاء الله في الفيديو الاخير غندير التمارين، يعني غندير السلسله ديال التمارين بالتصحيح ديالها. يعني ان شاء الله غير تبعوا معايا فقره بفقره. بالنسبه للناس ديال بي سي اس في تي سينو سمارت باك ليبر، الناس كاملين غير يتبعوا وان شاء الله ما غادي تلقاو حتى مشكل. وبطبيعه الحال الا كنتو شفتوا البلاي ليست ديال المراجعه راه فيها النهايات، يعني ما غاديش تلقاو في هذا الدرس حتى شي مشكل، حيت النهايات هذا الدرس اصلا كيعتمد ليا على النهايات بصفه رئيسيه، متفقين؟ يعني اول فقره اللي غادي نبداو ان شاء الله، ولا اول شابيتر في هذا الاتصال، هو اتصال في نقطه، متفقين؟ يعني كيف ما كنشوفوا بان الا كانت عندي الاتصال في نقطه خصني نشوف لا كورب. لاحظ معايا هاد لا كورب هذا اللي هو المنحنى ديال السله اف. المنحنى ديال السله اف ها انت غادي 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 متصل، ها متصل، متفقين؟ يعني انا وصلت ل ا ولقيته متصل، واضح؟ اذا هذا كيدير هاد الاتصال؟ اش كنعني به الاتصال؟ يعني ما كايناش شي تقطيعه بلي كنوصل، يعني ما كايناش هنايا ما مقطعش، واضح؟ عكس اللي مشيتي انت غادي 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 وصلت لهنا، هنا كنلقاه مقطع شي بحال دابا داك بيلا بغينا الصوره ديالو. انت لاحظ معايا ما غيلقاش فين يتقاطع مع المنحنى، اذا غير متصل في بي ومتصل في ا، واضح؟ بطبيعه الحال راه هنايا عندنا الصوره ديال ماذا؟ الصوره ديال ا، واش واضح؟ اذا انا اش كنلاحظ؟ كنلاحظ هو لا كورب خصو يبقى غادي ليا متصل حتى لهاد النقطه، واضح؟ اذا راه كنقول بلا ان الداله متصله عند النقطه، متصله عند النقطه. اذا هنايا حيت علاش عندها صوره، لاحظتيه؟ وما مقطعش، ما مقطعش ليا، ماشي جات الاو تقطع، بعكس بي، بي جات عند بي ويتقطع ليا. اذا هنا غير متصله، الداله غير متصله عند النقطه بي، مفهوم؟ نشوفوا التعريف. التعريف مثلا لتكون اف داله معرفه على المجال اي، متفقين؟ يعني مجموعه التعريف ديالها هو اي، يعني هي معرفه على المجال اي، مفهوم؟ يعني و ا يعني عدد طبيعه الحال حقيقي كينتمي الاي، يعني خصو ضروري يكون كينتمي للمجال اي. يعني الا كانت مثلا اي مجموعه اخ راه غيكون مجموعات غيكون عدد حقيقي بطبيعه الحال، يعني ا كينتمي لاي. بطبيعه الحال انا ماشي غندرس انا الاتصال في النقطه ا، وهذيك ا اصلا ما كتنتميش ليا مجموعه التعريف، اذا ما يمكنش. اذا ضروري خصها تكون في مجموعه التعريف عاد باش ندرس فيها انا الاتصال. شنو هي القاعده كتقول ليا دابا؟ مثلا اش كيطرحوا عليكم في السؤال؟ السؤال شنو كيكون فيه؟ كيقول لك مثلا بين ان، ولا مثلا ادرس اتصال الداله اف عند ماذا؟ عند النقطه، متفقين؟ عند النقطه، يعني ادرس اتصال، ولا بين مثلا ان الداله اف متصله عند النقطه، واضح؟ ولا كيقول لك هل الداله اف متصله عند النقطه؟ كيف ما كانت السؤال، بين ولا ادرس ولا هل ولا مثلا اتيدي لا كونتينيتي في النقطه، كيف ما كانت، مفهوم هذا السؤال هذا؟ اذا ادرس الاتصال عند النقطه ا، واخا. اذا شنو غادي ندير؟ خصني نطبق واحد القاعده. القاعده اش كتقول لي؟ كتقول لي الا كانت عندي ليميت اكس كتقول ا ديال داله اف دو اكس، واضح؟ مثلا خرج لي واحد العدد بطبيعه الحال، واحد العدد بي، واضح؟ وهاد بي راه عدد حقيقي بطبيعه الحال، ما خصوش يخرج لي عدد حقيقي، ما خصوش يخرج لي موال لانفيني ولا بلوس لانفيني، واضح؟ الا خرج لي موال لانفيني ولا بلوس لانفيني راه اوتوماتيكمون كنقول ان الداله اف راه غير متصله عند النقطه. يعني انا الا خرج لي بي عدد كينتمي لاغ، متفقين؟ عدد كينتمي لاغ. وجيت في المرحله الثانيه حسبت الصوره ديال ا،
واضح الصوره ديال ا والصوره ديال اش خرجت ليا، خرجت ليا بي حتى هي بحالها بحال هادي صافقين حتى هو كتنتمي كتنتمي لار. اذا هنايا شنو، هنا خرجت ليا خرج ليا ليميت اكس كتقول ا ديال اف دو اكس كيساوي ليا الصوره ديال ا، مفهوم؟ النهايه عند ا ديال الداله اف سوات ليا الصوره ديال النقطه ا بالداله اف. اذا اش غنقول هنايا، نقول ماذا؟ نقول ان الداله اف متصله عند النقطه ا، مفهوم؟ نقول ان الداله اف متصله عند النقطه صافي، مفهومه دابا؟ هذا هو الجواب ديالك. خرجت لك بلس لانفيني ولا موال لانفيني ولا خرجوا لك كيتخالفوا مثلا، خرجت لك هنايا جوج وخرج لك هنا ثلاثه، نقول ان الداله اف راه غير متصله عند النقطه ا. اذا ضروري ومؤكد باش نقول ان الداله متصله عند النقطه ا انه خاص يكون لي ليميت اكس تقول ا ديال اف دو اكس خاصو يساوي ليا ليماج ديال ا، يعني الصوره ديال ا صافي. مزيان واخا. اذا نمشيو نديرو واحد المثال بطبيعة الحال، امثلة ونشوفو كيفاش كنطبقو هاد العلاقة هادي صامارش. نشوفو اول مثال، مثلا غادي ناخد اف دو اكس كتساوي ليا اكس اس اتنان زائد اكس ناقص اتنا عشر على اكس ناقص تلاتة، واضح؟ و اف ديال 3 هي 7. بعض المرات كيعطيوها لك محسوبه، بعض المرات كيكون انك ضروري انت خصك تحسبها، متفقين؟ طبيعه الحال السؤال هو ادرس اتصال داله اف عند نقطه اكس زيرو كتساوي تلاتة صافي. اذا هنا باغيني انني ندرس الاتصال عند النقطة تلاتة. اذا اش غادي نمشي ندير، غنمشي نحسب ليميت اكس تؤول تلاتة ديال اف دو اكس، يعني ليميت اكس تؤول تلاتة ديال ماذا؟ ديال اكس اس اتنان زائد اكس ناقص اثنا عشر على اكس ناقص ثلاثة. اخ هذه درناها في الدرس ديال النهاية، واللي ما شافش الدرس ديال النهاية ديال الدوال الجذرية يرجع يشوفوا السلسلة ديال المراجعة. راه كنعوض، اول حاجة كندير هي كنعوض، يعني ثلاثة اس اثنان تسعود، تسعود زائد ثلاثة اثنا عشر، اثنا عشر ناقص اثنا عشر صفر، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر. اذا هذا فهو شكل غير شكل غير محدد. اذا قلت لكم انا بلي كتخرج لكم هذا الشكل غير محدد في داله جذريه كنعمل باكس ناقص ا الفوق وباكس ناقص ا لتحت، صحيح؟ اذا امشي ليميت اكس تؤول 3 غنعمل الفوق باكس ناقص 3. بطبيعه الحال غندير هنا غير التعميل السريع، اكس فاش غنضربها باش تعطيني اكس اس 2 غنضربها في اكس، ناقص 3 فاش غنضربها باش تعطيني ناقص 12 غنضربها في زائد 4 ولتحت اكس ناقص 3 سلام بي. اذا غادي تمشي ليا هادي مع هادي، اش غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا ليميت اكس تؤول 3 ديال اكس زائد 4. الا نجي غنعوض شحال غادي تخرج ليا؟ 3 زائد 4 فهي 7. اذا تقول بما ان ليميت اكس كتقول لتلاتة ديال اف دو اكس كتساوي اف ديال تلاتة كتساوي 7، ومنه فإن دالة اف متصلة
عند نقطة ثلاثة. صافي ساليت مزيان واضح. هذه هي طريقة الإجابة، راه ما كايناش شي طريقة الإجابة أحسن من هذه، واضح. يعني خصني نجاوب على التمرين بهذه الطريقة هذه. نشوفوا مثال آخر، مثلا عطينا في مثال نديروه بلون أحمر، عطينا في مثال f دو x كتساوي ناقص 4 زائد x أس 2 على x ناقص 2، والصورة ديال 2 هي 4، فهم؟ يعني جا قال لي في السؤال بطبيعة الحال ادرس اتصال دالة اف عند نقطة تات الأفصول بطبيعة الحال اكس زيرو كتساوي 2. صافي خصني ندرسها عاد 2، إذا خصني ندرسها عاد 2 بطبيعة الحال قلت لك القاعدة خاصك تحسب الليميت اكس تؤول 2 ديال الدالة اف دو اكس، إذا الليميت اكس تؤول 2 ديال ناقص 4 زائد اكس أس 2 على اكس ناقص 2. إذا إلا مشيتي عوضتي هنايا، لاحظ معايا مشيتي عوضتي غتخرج لك جوج أس 2 هي 4، 4 ناقص 4 غتخرج لك الفوق 0، لتحت جوج ناقص جوج 0. إذا هنا فهو شكل غير محدد. إذا بما أن هذا لا جذرية خاصني نعمل الفوق بإكس ناقص 2 ولتحت اكس ناقص 2، اذا لتحت باينه، اذا الفوق فهي متطابقه هامه. لاحظ معايا ليميت اكس تؤول 2 هذه راه هي اكس اس 2 ناقص، وهذه راه هي 4 راه هي 2 اس 2 اكس ناقص 2، واضح. اذا ليميت اكس تؤول 2 اكس ناقص 2 عامل لي اكس زائد 2 متطابقه هامه، هاي متطابقه هامه الثالثة، ذكر بها أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب كتساوي لي أ أس 2 ناقص ب أس 2 كي لي كينساها. إذا لتحت إكس ناقص 2 غتمشي لي هادي مع هادي، وغتبقى لي ليميت إكس ديال 2 ديال إكس زائد 2، وغتعوض 2 بلاص إكس، 2 زائد 2 هي 4. صافي أتقول نفس الإجابة، بما أن ليميت إكس غدا الإثنان ديال إف دو إكس ساوت ليا الصورة ديال إثنان ساوت ليا 4، ومنه فإن الدالة إف، أتكتب نفس الحاجة، ومنه فإن الدالة اف متصلة عند النقطة 2، واضح. يعني لما كنتيش جاوبتي فحال هكا وما فهمتيش هادشي، راه يعني راه ما كاينش شي شرح بسيط احسن من هذا، يعني راه بسط بسط بسط، يعني باش واخا الناس تكون باك ليبر يعني شحال هادي ما قراتش، يعني راه غيجي هادشي ساهل. يعني بالنسبه للناس ديال البكالوريا ما نخافش عليهم، ان هادشي راه بطبيعه الحال غادي يجيهم في المتناول. بالنسبه للناس ديال الباك احرار راه هادشي مفصل لواحد الدرجه ما تصوروهاش. اذا نزيدوا واحد المثال، نقلبوا الورقه ونزيدوا واحد المثال، ناخذوا ليميت، ناخذوا مثلا الداله بعدا اف دو اكس كتساوي جذر اكس زائد 1 ناقص 1 على اكس، اف ديال 2 كتساوي ليا 1 على 3. قال لك طبيعه الحال قال لك السؤال ادرس اتصال داله اف عند نقطة ذات الأفصول إكس زيرو كتساوي 2. يلا إذا دابا بنفس الطريقة، يعني خصني نمشي ندير ليميت إكس تؤول 2
ديال اف دو اكس، يعني ليميت اكس تؤول اثنان ديال جذر اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس. اذا غادي نمشي طبيعة الحال هنا باردون، يعني هنايا خاصني ندير صفر في التمرين، كاينه صفر. اذا يعني خصني نمشي ندير انا اكس تؤول صفر، واضح؟ اذا ليميت اكس تؤول صفر ديال اف دو اكس، هنا ليميت اكس تؤول صفر اي حطي الداله اف دو اكس، اول حاجه هي التعويض. اذا غنمشي نعوض هنا في بلاصه اكس زيرو، زيرو زائد واحد واحد، جذر واحد واحد، واحد ناقص واحد فهي صفر، متفقين؟ اذا لعوضت لتحت بصفر غتخرج ليا فورم انديتيرميني. اذا انا خصني نفك هاد لا فورم انديتيرميني. بطبيعه الحال هادي داله ساهله وشفنا مصعب منها في سلسله ديال الدوال. اذا ليميت اكس غدا لصفر، هادي اش غادي ندير ليها؟ خاصني ضروري ولا بد انني نضربها في المرافق، صافي. اذا خصني نضربها في المرافق، المرافق ديال هنا هو جذر اكس زائد واحد ناقص واحد عامل لجذر اكس زائد واحد زائد واحد، يعني المرافق ديال هذا هو بحاله ولكن هنا فيه الزائد، مفهوم؟ اذا لتحت اكس عامل لجذر اكس زائد واحد زائد واحد، صافي مفهومه؟ يعني ضربت فيه الفوق خصني نقسم عليه ضروري لتحت. اذا نزيد ليميت اكس تؤول صفر، اش غادي ندير؟ هذا اس اثنان وناقص هذا اس اثنان، اذا جذر اكس زائد واحد اس اثنان ناقص واحد اس اثنان، نزيد لتحت. اذا هنايا تبقى لي اكس جذر اكس زائد واحد زائد واحد، يعني نفس الحاجه. اذا ليميت اكس غدا لزيرو غتمشي لي الجذر مع او كاري، غتبقى لي اكس زائد واحد، وهنا غتبقى بطبيعه الحال ناقص واحد، ولتحت راه اكس عامل لجذر اكس زائد واحد زائد واحد. انا درت داكشي بطريقه بسيطه. اذا ليميت اكس غدا صفر مشات واحد ما ناقص واحد، تبقى لي الفوق اكس، ولتحت اكس عامل لجذر اكس زائد واحد زائد واحد، صافي. اذا هنايا بطبيعه الحال غيكون عندي اختزال باكس اللي خالق لي المشكل واللي كتخلق لي داك الصفر على الصفر، وغتبقى لي في الاخر ليميت اكس غدا الصفر ديال واحد على جذر اكس زائد واحد زائد واحد، صافي. وغنجي هنا غنعوض بطريقه جد سهله، هنا في بلاصه اكس غنعوضها بزيرو، زيرو زائد واحد واحد، جذر واحد هو واحد، واحد زائد واحد هي جوج، يعني تخرج لي واحد على واحد على جوج، صافي. وطبيعه الحال غتكتب هذيك الهضره اللي كتبنا قبيله، بما ان القاعده اللي هي ليميت اكس غدا زيرو ديال اف دو اكس كتساوي الصورة ديال جوج كتساوي واحد على جوج، فإن الدالة إف متصلة عند النقطة إكس زيرو كتساوي زيرو. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا. هادشي راه تقريبا راه مثال راه جد 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 بسيط. غناخدو آخر مثال، آخر مثال غنزيدو ليكم، يعني ليميت يعني ناخدو اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد اس اثنان على القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد، ما تخلعوش من ديك القيمة المطلقة، اف ديال واحد كتساوي جوج، صافي. يلا قالك هادي سيدي طبيعة الحال هنايا راه غادي ندرسها عند واحد، باغدون هنا راه كنا درنا قبيله واحد الغلط، يعني هنا راه اف ديال زيرو باش مابقاوش غالطين في المثال. اذا اف ديال واحد كتساوي ليا جوج، صافي سامارش. اذا هنا اش غندور؟ ادرس سؤال اتصال عند نقطة اكس زيرو كتساوي واحد، متفقين؟ طبيعة الحال ديال الدالة اف. اذا اش غادي نمشي ندير؟ غنمشي ندير ليميت اكس غدا لواحد ديال اف دو اكس تتساوي لي ليميت اكس غدا لواحد ديال اكس ناقص واحد الكل اس اثنان على القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد، صافي. اذا هنا لمشيتي عوضتي غتخرج لك واحد ناقص واحد طبيعة الحال زيرو الفوق، واحد ناقص واحد زيرو لتحت، اذا هادي شكل غير
غير محدد. اذا اش غادي ندير؟ غادي ندير واحد القضيه جد بسيطه اللي هو واحد القاعده عندنا ديال القيمه المطلقه كتقول لك بلا ان اكس اس 2 راه هي القيمه المطلقه ديال اكس اس 2 صافي بحال بحال هادي وهادي بحال بحال. يعني الا حطيتي مثلا هنا شي حاجه وسط اس 2 كلها راه هي هذيك الحاجه وسط القيمه المطلقه مع اس 2 صافي اي حاجه هنايا صافي. دابا اكس ناقص 1 لكل اس 2 شيا يعني نقدروا نديروا لها القيمه المطلقه لكل اس 2 فهمتش ليميت اكس غدا ل 1 قيمه مطلقه ديال اكس ناقص 1 كل اس 2 ولتحت القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 اوكي. دابا هادي عندي منها جوج بحال قلت القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 مضروبه في القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 يعني هادي مشات لواحد القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 مضروبه في القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 على القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 1 شفتها. يعني راه مثال تقريبا جد بسيط. اذا غتمشي ليا هادي مع هادي اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا ليميت اكس غدا لواحد قيمة المطلقة ديال اكس ناقص 1 بقات القيمة المطلقة ديال اكس ناقص 1. اذا غادي نمشي نعوض هنايا غادي تخرج ليا 1 ناقص 1 غادي تخرج ليا 0 صافي. غادي نجي دابا اش غادي نقول؟ غادي نقول بما ان ليميت ديال اكس تؤول 1 ديال اف دو اكس واش تساوي ولا تخالف؟ غتكون تخالف هنايا الصورة ديال واحد واضح حيت هنا دابا خرجت لينا هادي زيرو أخرى ولا أخرى عطينا لينا جوج إذا تخالف. ومنه فإن دالة إف غير متصلة عند النقطة شاد هادي غير متصلة عند النقطة اكس زيرو كتساوي واحد يعني هادي دالة غير متصلة في واحد. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم وكان معكم بروف شاكير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في التكملة ديال الدرس ديال الاتصال. الله يعاونكم.